احنا معانا دكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا. مساء الخير يا دكتور. حضرتك مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا الحادث مؤلم جدا، واحنا يعني طبعا الحقيقه الواحد بيستنكر مثل هذه الاعمال، وندعو الله بانه يعني يغفر للقس وديد وتقبله من الشهداء إن شاء الله، يعني لأنه مغدور. والحقيقة يعني هناك شيء مؤلم إن أنت تسمع في هذا في شهر رمضان الكريم أن هناك يعني يتم الاعتداء والقتل على إنسان مسالم، يعني سواء في مسجده أو في كنيسته أو في محرابه أو في بيته. يعني شيء محزن جدا وشيء يعني يستحق الكثير من الاستنكار. كنا وصلنا إلى الحمد لله لمرحلة كويسة جدا. أنا مش عارف قوى الظلام دي عايزة تودينا فين. يعني القوى المخبولة دينيا أو المخبولة عقليا أو المخبولة بمبادئها، الحقيقة يعني شيء مؤسف جدا جدا. احنا بلد حضارة وبلد تاريخ وبلد، وبنفتخر ان احنا بلد امن وامان. الحمد لله انه يعني بقى في كل ربوع مصر قدرنا ان احنا نسيطر على كل موجات الارهاب الاسود. فاليوم لما يعني نسمع خبر زي ده وفي شهر رمضان، الحقيقة يعني هناك امتعاض شديد جدا جدا، ويعني حالة من الغثيان في غصة في الحلق انه يحدث مثل هذا الحد مثل هذا الامر تجاه احد رجال الدين المسيحي اللي كلنا بنحترمهم ونجلهم من رأس الدولة حتى اقل مواطن. يعني هم يعني صلب الوطن وأهل الوطن الأصليين، كلنا أقباط مصر. ويعني الحقيقة أنا مش عارف، مش لاقي كلام أعبر بيه عن يعني عن يعني عما يجيش في صدري. أنا يعني شغلتي ولساني الخطابة، لكن أنا مش لاقي كلام أعبر بيه عن هذا الحادث. اسمح لي أسأل حضرتك، برضو حضرتك كنت من الأعضاء المهمين جدا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكنت يعني تبحث فعلا عن حقوق هذا الوطن ممثلا في أولاده. هل حضرتك شايف أنه يعني مثلا الدكتور أشرف عبادي في المداخلة اللي حضرتك استمعت إليها معانا قبل ما حضرتك تشرفنا على الهاتف كان بيقول أنه لابد أن احنا ما نكتفيش أبدا بمجرد حتى لو كان متشرد على الكورنيش زي ما بعض التسريبات أو يعني المصري اليوم كاتب أنه ده من أقوال شهود العيان وأن الرجل ده بينام على الكورنيش وأن ده من التحيات الأولية للنيابة، حتى لو كان كده لابد أن نعلم من وراءه. ده الكلام اللي قاله محمود جابر الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، الدكتور أشرف عبادي، دكتور صيدلي. هل حضرتك شايف أن احنا المفروض فعلا نعمل كده، ولا نكتفي بان حادثة قتل وخلاص وجبنا القاتل وقلنا عليه اللي احنا عرفناه عنه اذا كان مجنون اذا كان مش مجنون، ولا احنا ما بذلناش جهد حقيقي في مكافحة الفكر المتطرف؟ ربما كافحنا امنيا السلوك المتطرف او من يظهرون اعمالهم، يظهرون باعمالهم افكارهم بانها متطرفة. اولا في البدايه يجب الا ننساق لاي تعليقات او تصريحات من غير جهات رسميه. تمام، لابد ان ننتظر التحقيقات الرسميه. وطبعا اكيد ان هذا الحدث يعني اهتزت له مصر، فمش هننساق وراء كلام محللين سياسيين او حتى خبراء في هذا في الاسلام السياسي او خلافه يعني نبني عليه المواقف. لابد ان ننتظر بتحقيقات النيابة العامة، وهي الجهة يعني صاحبة الولاية على كل الشعب المصري. تمام. وهي جهة التحقيق، هي يعني مأمننا وظهرنا كلنا.
فننتظر لبيان النيابة العامة وما تصل إليه التحقيقات. الحاجة الثانية إنه يجب طبعا أن احنا نحاول دحر هذا الفكر. لازال هناك أفكار مغلوطة وأفكار يعني نقدر نقول عنها سلفية، أو نقدر نقول عنها بعض الأفكار المتطرفة الموجودة. ما زالت طريق طويل لمقارعة الفكر بالفكر. فعلا احنا بنحاول نقاوم السلوك الأمني، السلوك المتطرف أمنيا، لكن احنا محتاجين وقت طويل جدا علشان يعني نصحح المسار الفكري للتيارات المتطرفة أو للأشخاص المتطرفين داخل المجتمع. محتاجين وقت طويل ومحتاجين مجهود أكتر يبذل. ويعني عايز أقول إنه السيد الرئيس يمكن في كل لقاء وفي كل مكان وفي كل يعني لقاء رسمي كان دايما يقول إن احنا عايزين نقوم سلوك، نقوم تفكيرنا، نقوم إعادة صياغة الخطاب الديني علشان ما يحصلش اللي حصل ده، أو علشان نتجنب اللي ممكن يحصل زي ده أو غيره. ف يعني الحقيقة إنه محتاجين إنه التنويريين وأصحاب الفكر وأصحاب العقل وأصحاب القلم والإعلام والأزهر والكنيسة والأوقاف، كل ده محتاج إنه، والجامعة والمدرسة، كل ده محتاج إن هو يعيد صياغة الفكر بحيث إن احنا نعيد لنفسنا ما كنا عليه. احنا مش هنخترع العجلة، احنا كنا يعني مصر كانت نسيج واحد من 1919. يعني تعالوا بس في قرن من الزمان نرجع لما كان يعني مكرم عبيد وسعد زغلول وكل رموز ثورة 19 مين هم؟ واستمر قد ايه هذه اللحمة الوطنية، وعاش الهلال مع الصليب من الأزل من أكثر من 100 سنة. احنا عايزين مش هنخترع العجلة، احنا عايزين نرجع زي ما كنا بس. فده أقل ما يكون، واحنا بعد 100 سنة يعني من الفكر والكتابة والتطور والحداثة والتنوير. يعني الحقيقة انه ان احنا يعني محتاجين نعيد الصياغة مرة أخرى ونقف وقفة مع نفسنا ومع كل ذي عقل في هذا الوطن، بحيث ان احنا نقدر نعيد صياغة حياتنا بشكل صح من أول وجديد. شكرا جزيلا دكتور صلاح سلام، عضو مجلس قومي لحقوق الإنسان سابقا.